انا بشيد بدور الاعلام، 4500 اعلامي محلي ودولي، لان الاعلام كان البطل، كان البطل في انه حول قضيه المناخ من قضيه نظريه في الغرف المغلقه وللمتخصصين والندوات والمؤتمرات الى قضيه يعني جماهيريه او شعبيه، وبدات الناس تحس بده لعده اسباب. السبب الاولاني الاعداد المصري الجيد والدقيق لهذا المؤتمر على مدى شهور طويلة، وكان معمول فريق عمل على أعلى مستوى قدر يحط أجندة كويسة. الأمر الثاني جمال وسحر زي ما قلت شرم الشيخ. الأمر الثالث التغيرات المناخية المفاجئة اللي حصلت في الفترة الأخيرة خلت الناس تحس أن الخطر ليس بعيدا عنها بل تحت أقدامها، زي السيول والفيضانات وحرائق الغابات، فبدأت الناس تحس ده الخطر قادم. فبدأ يمكن احنا كإعلام نوصل بالقضية ايه بقى؟ نوصل بالقضية في عدة امور. الامر الاولاني ان المواطن العادي يحس ان هو شريك ايضا في تخفيف الانبعاثات، وليس المصانع الكبرى في الصين وامريكا، لكن احنا برضو شركاء. ان اللي بيستخدموا الحطب او الوقود الفحم او غيره يحس ان هو لازم يحافظ على البيئة. الامر الثاني بقى وده المهم جدا، احنا شفنا بعينينا يعني هذا الحشد الرهيب جدا وهذه القاعات مدينة كاملة للمؤتمر. احنا دورنا كإعلام بقى لا نختزل ولا نهتم ابدا بالمشاهد اللي هي بقى فوضى ومشاهد. ده مؤتمر عظيم ومؤتمر والعالم كله يتحدث عن مصر. سيبنا بقى من بعض الوكالات او بعض مصادر الاخبار المجهولة اللي بتهتم باتنين تلاتة واقفين، رغم انها دي قضايا جنائية، قضايا جنائية ولو حدثت في بلادهم هيتاخدوا نفس الاجراءات. الحقيقه حضرتك اتكلمت عن حاجه مهمه، ان الاعلام المره دي نجح في انه يخلي الناس تعرف قضيه المناخ بشكل حقيقي. الاعلام المره دي كمان اعتقد خلى العالم كله بيقول اسم مصر، بيقول اسم شرم الشيخ. طبعا، ما انا بقول لك بقى اسم شرم الشيخ على كل لسان. طب ده بقى نستثمره ازاي؟ ان شاء الله بعد المؤتمر اتوقع ان شرم الشيخ هتبقى قبله السياحه في العالم، وهتقدم عليها الوفود من كل الدنيا، هتعيد الدفء والحيويه بقى للشواطئ والفنادق والاماكن. مش شرم الشيخ بس، ده الغردقه وجنوب كل الاماكن هتحصل انتعاشه سياحيه مهمه جدا. دورنا كاعلام بقى هي نعمل سياج نحاوط على دولتنا ونحافظ عليها، ولا نلتفت ابدا للشائعات المغرضه ولا لدعاوى الفوضى ولا للكلام السلبي اللي بيحصل. احنا عندنا عوامل ايجابيه، عندنا حاله ايجابيه حصلت في البلد في ال 18 يوم دول، فعلينا ان نبني عليها ونحافظ على بلدنا ونتمسك بيها، وان شاء الله يعني تبقى دي مقدمه جيده ل 2023، تبقى سنه كلها خير ونحل باقي المشاكل العالقه وغيره، لكن لا نلتفت ابدا للدعاوى السلبيه اللي بتحاول تنال من هذا النجاح. في الافتتاح شفت سياده الرئيس وهو بيوجه نداء لانهاء الحرب، وهو بيوجه نداء لانهاء الحرب الروسيه الاوكرانيه والاحلال السلام في العالم. شايف النداء ده اللي العالم كله تجاوب معاه بايجابيه، تفاعل معاه بايجابيه الحقيقه، شايف النداء ده ازاي؟ يعني الرئيس وضع يده على نبض الرأي العام العالمي بهذه الدعوة النبيلة، لأنه يعلم أن العالم كله بيئن من ويلات هذه الحرب، أوروبا وأمريكا، ولكن الفاتورة يمكن تقيلة شوية على الدول بتاعتنا. دعوة الرئيس معناها أن نضع حد لهذه الحرب، تكون بداية حقيقية لعلاج الآثار السلبية المترتبة خصوصا في مجال الغذاء. دعوة الرئيس مش بتتعلق، مش بعيدة عن المناخ، دي دعوة بتصب في قلب قضايا المناخ، لأن هذا الحرب المدمرة بالحرائق بالتفجيرات بالقتلى بالجرحى بتغيير طبيعة الأرض في المناطق الصراع كلها بتأثر على البيئة. فوقف هذه الحرب هتؤدي إلى فوائد جمة لكل دول العالم وخصوصا الدول النامية. استجابة العالم للدعوة أنا تصوري أنها تبقى في استجابة قوية جدا، وأنا عجبني قوي قوي أن الرئيس بيقول إن الدعوة دي ليس بحثا عن دور، لأن مصر لا تبحث عن أدوار، لكن ده هم كبير بيعاني منه العالم كله، وحل المشكلة دي بداية لحل مشاكل كتيرة جدا. شايف كلمة السر وراء النجاح الكبير اللي احنا شايفينه في المؤتمر ده ايه؟ كلمة السر هم ثلاثة: الرئيس، فريق العمل اللي هو فريق العمل المصريين كلهم، وشرم الشيخ. الحقيقة هم الثلاثة أكيد أسرار للنجاح. الكاتب الكبير الأستاذ كرم جبر، بنشكر وجودك معانا النهاردة.
شكرا ليك، ويا رب كده تبقى دايما هذه المناسبات السعيده.